وهذه القواعد المذكورة في هذه الرسالة لا يستغني عنها مسلم، لا يستغني عنها مسلم وليس طالب علم فقط، فإن المسلم بحاجة إليها في دينه وبحاجة إليها في حياته، فمن فهمها فإنه يفهم كثيرا من أمور دينه، ومن عمل بها فإن حياته تستقيم وتطيب. لو عمل الإنسان بهذه القواعد في حياته، عامل بها أهله، عامل بها جيرانه، عامل بها إخوانه، لاستقامت حياته وطابت حياته.